يعني أنا باعتقادي اليوم ما يبحث عنه الإطار التنسيقي هو أن يثبت أقدامه، باعتبار أنه تم هز عرشه في انتفاضة تشرين والتغييرات اللي حصلت ودخول الكاظمي ووصول الصدرين في انتخابات، ما يحاول بإطار التنسيق اليوم هو ما يحاول أن يثبت أقدامه بشكل أو بآخر أو بتغييرات قوانين اليوم، أنه مجلس النواب بحد ذاته هو اليوم قادم نحو تغيير قانون الانتخابات لتثبيت أقدامه وتحضير نفسه للمستقبل، حتى يعتبر أن هذه هي الأنفاس الأخيرة، يحاولون أن ينقذون أنفسهم من الوضع السياسي الراهن، باعتبار اليوم هناك وضع غير مستقر وهش تماما. أما قضية التعديل الدستوري أعتقد هذا الموضوع هو بعيد جدا، هناك شعار لمحاولة تعديل الدستور لكن هذا الموضوع أراه بعيد جدا عن واقعيته، وحتى لو تم تغيير الدستور العراقي أنا لا أعتقد هنالك من سيصوت عليه، باعتبار أنه اليوم من سيغير الدستور العراقي أكيد باعتبار هذه الطبقة السياسية هنالك رفض كبير جدا شعبي لهذه هي طبقة، فهل من المعقول أن هذه الطبقة السياسية ستغير الدستور باتجاه قد يكون بمنفعة الشعب؟ بالتأكيد لا، هذا الموضوع يعني بديهيا سيكون غير متناسب أو غير متوافق مع رؤية الشعب تماما، فأنا ما أعتقد أن هذا الموضوع سيكون بهذا الشكل. لكن اليوم الهم الرئيسي للطبقة السياسية هنالك صراع على المناصب وعلى النفوذ وعلى قضايا تغيير قانون الانتخابات بالنسبه لمجالس المحافظات والمجالس النيابيه، باعتبار هنالك كانت هنالك فرصه للتيار الصدر بعد تغيير القانون الاخير قد دفع التيار الصدر، فما يحاولون هو عكس المعادله ليثبتون جدارتهم بالانتخابات القادمه.